يسبق المسبوق ويتأخر السابق. نعود لكلمة أو ننتقل لكم شفنا سعد القادر بن جعفر. فمن مسائل العشر الهامة التي لا حول عنها والتي تسهم بإذن الله تعالى في بلاء القلوب والأرواح والهمم، فنتعرض بها لرحمة الله عز وجل في هذا الشهر احنا في الطاعة والعبادة، هو الاهتمام النبوي الحقيقي لهذه العشر، والحث الترغيب في اغتنامها وفي استغلالها الاستغلال الأمثل والأحسن. السؤال: كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم أو سنته أو هديه في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان؟